هلا ومرحبا بالجميع. الشيخ حنبوس ناكله من السدر هذا ونعطيه عشان ينوع في الاكلات وفيتامينات. عشان ما يجيه ان شاء الله امراض. هو الوحيد اللي يعني زي ما تقولوا وليف، لازم نطعمه ونهب له اكل وكذا. الاشياء البريه طعمه، لكن لقمة مدمها السدر هذا، لقمة مدمها لقمة مدمها يعني انه جرحني هو. ايه اول شيء الله يحييك يا ابو عايد، يبقيك ويطول بعمرك وابرك الساعات زيارتكم لنا وجيتكم وتكلفكم عنا الطريق وهذا والله من حظي والله يوم انكم زرتونا. الله يطول بعمرك ويجعلك في وجود، والله من طيب راسك. الله يطيب اعمالك، ان ننصاك ونجي في ديرك يعلم طيبة قلبك يعلم الله. الله يطول في عمرك، الله يطيب اعمالك. عاد جاب الله عاد سالفة حنبوس. هو حنبوس اسمه؟ نعم حنبوس. حنبوس هذا وبر ايه صخري ايه يعيش طال عمرك في الهضاب والجبال، خاصة في المنطقة الجنوبية، امتداد طال عمرك من اليمن الى ان توصل طال عمرك المدينة من وراء طائف جميل. برضو في عمان، في جنوب افريقيا، في فلسطين، هذا يسمى الوبر الصخري. الله الله بري كمان استالفناه ايه وسوينا له محميه وتكاثر والحمد لله، واطلقنا منها مجموعه طال عمرك في البر. الله عمل طيب، الله يطول في عمرك. اي والله طبعا كان سالفتها صياد ايه. قبل او ايه هن الفيديو هذا كله على القصه ايه. طبعا القصه ان طبعا هذا ما صدته. لا ما صدته ايه، هذا حصلته في الصيدة في بطن الصيد. رميت لك وبرة قبل المنع قبل 12 سنة ولا 15 سنة قلت أنت؟ قبل 11 وعليها. اي مسافة بعيدة ما كنت تدري وهي أنت ولا ذكر. كمل. هذه طال عمرك نص. اي. وحولت على شعب الحولنا كذا، واجي طال عمرك ولا والله يوم قال ذا الوبر، طبعا الذكر والأنثى عندنا ألوانها مثل ما تشوف. ايه. واللي ما اعرفها يعني زي ما تكون متقن فيها ترى بيقنص الانتر، لان والمسافه بعد الظهر بعيده. ايه الناس الان تهتم بالشغله ذي، خاصه القناص الصغير. نعم. لازم يقنص ذكر. نعم صحيح. هذه يمكن تكون في بطنها. غشتني الفكره طال عمرك وبسم الله الرحمن الرحيم اسوق عليها واقول ميت خوي روح جبها اي ذكر ولا انثى عجل. راح جاب الصيده ذي طال عمرك قال انثى، قلت ثقيله؟ قال ايه، قلت عجل علي بها. والله يجيبها طال عمرك وعلى طول ما ذكيتها فجيت بطنها دريت انها اي والله عين فيها اثنين سبحان الله. والله موتان ما منها حركه ولا فيها اي حركه. شوف الموضوع يعني تاخذ اسعافات اوليه ومدري سبحان الله. سويت انعاش لها كذا ايه. قلبي سبحان الله. وكرهت الصيد وكرهت الامور لانها ترى تحس في اكيد اكيد تجي بالخاطر القناص. الله الله تجي بالخاطر ايه والله. والله اقوم يوم قمت طال عمرك لا والله العظيم يا واحد يوم قال براسه كذا تحرك اي والله سبحان الله. خارب كل غطره طال عمرك اطرحها على الارض واقطع سره طال عمرك من مشيت امه ايه. ولا الثاني فيه حركه لكن في شيء على خزمه اللي إيه؟ مشيمه يلا هلا قوم طال عمرك وش لها سبحان الله بسم الله الرحمن الرحيم انظفها واحطها في غطرتي إيه؟ وش لامها الله الله اللي هو هذا اللي انت اي ذكري واحد اسمه حنبوس واحد اسمه بصبوص. سميته حنبوس بصبوص ولد عندنا صغير يقول هذا حنبوس هذا بصبوص إيه واخذت اسمه والله اخذت الاسم على حلو. بعدين طال عمرك تعشينا امها الله يخلف على من بعد. اي بس عوضتها برعاية اولادها. والله قمنا طال عمرك واعطيها حليب سعودية وسكر سبحان الله سعودية ونات تعايش بعد سبحان الله. حطيت لها قفص صغير. بعدين طال عمرك حبيت لها غرفة، كنت ساكن مع والدي الله يحفظه. بعدين نقلت البيت وسويت لها محمية كلفتني يمكن قرابة 25,000 هذا اني ابني بيتي يا ابو عمر اني ابني بيتي واني ابني بيتها
لا اله الا الله. هذا كله من تأنيب الضمير. التأنيب الضمير واحب فيها. ما شاء الله عليك. بعدين دخلت قلبي وجاء طال عمرك. الاحظ انا دائما سنباتك دائما اشوف هذا حنبوس دائما على كتفك. 4 سنوات وانا يموت بصبص. لا اله الا الله. بعد 4 سنوات. حنبوس انتج طال عمرك وصلت المحمية الى قراب 54 وبر وبرة. ما شاء الله تبارك الله. اطلقنا منها مجموعة. مات حنبوس قبل 4 شهور. ناهز عمره طال عمرك ما يقارب. طبعا واحد يقول مادي لازم تقول مات. ايه. قول نفق. ايه. حيوان. ايه. قلت والله ان عندي يسوى يعني ادمي في العربي. عشرة هذه. كم سنة؟ ايه والله. والله 11 سنة وعليها. لا اله الا الله ما شاء الله. فالحمد لله ابشرك طال عمرك ان الـ 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 الاهتمام والرعاية صارت ودعم البيئة بعد. نعم. في ان الواحد يفك منها. اي والله الرعاية والاهتمام صار في بيئتي طال عمرك ما كان الا انا اللي الحالي عندي محمية. الان 4 محميات ما شاء الله تبارك الله. من غير القرى اللي جنبنا انا اتكلم عن قريتي. ما شاء الله ما شاء الله. عندي قرور طال عمرك فيه قراب 158 كلهم مربين الحيوان الوبر. والله يا اخي والله هذا عمل طيب خصوصا تدعم البيئه فيه يعني. أيوة كل فتره يفك منه. فالموضوع طال عمرك اهتمام. الان قناصه الوبر ما زال جيتها. ليش؟ اتذكر حنبوص واتذكر بصوص. لا اله الا الله. اني ما اقنصها. اقنص طيور ثانيه اللي مسموح بها والامور. ايه الله الله. طيب ابو عايض الصدق يعني احنا في نجد هنا ما لنا مثل الغربيه والجنوب والمناطق هذه. ف الاحظ ان اهل الغربيه بينهم ترابط قوي جدا مع هالحيوان. يعني الاحظ ناسي رب اشوفهم معنا بالسناب واشوفهم بالسوشيال ميديا يعني ما كانها تربيه كانها صداقه. حتى في مقطع شايب نزلته باليوتيوب بالقناه قبل فتره اللي ياكلون معه وهو الظاهر يفطر ما يتغدى ويعطيهن. وش السر في الحيوان هذا اللي يخلي اكثر الناس تتعلق فيه؟ الحيوان هذا طال عمره يعني وش افرق مثلا عن الارنب عن الشغلات الثانيه؟ الارنب يمكن يكون انتاجه ضعيف بينما الوبران انتاجها ما شاء الله يعني زي ما تقول وفير. ايه تجيب 5 خاصه الجنوبي. اتكلم عن الجنوبي. النجدي طال عمرك يجيب 2-3 وتختلف. ايه بعضها يجيب اكثر. وفي ناس يهجنون الان يهجنون النجدي مع الجنوبي. ايه ياخذ ذكر نجدي. ايه اللي لونها زي لون الرمل ذا. عرفت؟ ويحطها مع الاناثي ليش؟ الجنوبيه. وتنتج لها طال عمرك نجدي مهجين. وانا ما انصح فيه الهجين. ليش؟ لانه يلعب في السلاله الاساسيه. طيب موضوع يعني قربها من الإنسان ويعني ألاحظ أنها يعني أليفة مع الإنسان أكثر من الحيوانات الثانية. وش السر في ذا؟ طيب أنت تروح لمكة يعني هي تطول قبل كل شيء. أنا أشوف مكة بس هي تطول في علشان يعني تصير أليفة مع الإنسان وتجي على كتفه وتلعب معه ولا لا؟ هو استيلاف هذا. ولا لو تجي لمكة تجي طال عمرك وانت جالس جنب الجبل عينها تمر من عندك تاكل من التمر اللي عندك تاكل. سبحان الله موجودة في مكة. ليه؟ لأن ابن آدم ما عداها. سبحان الله. هذه عز الله شفناها في مكة. تروح دول أخرى أنا أشوف ناس في مقاطع والله أن الوبر يأكل من يدي ومع أنه بري ما هو في محمية. طيب يمكن أنت ربيت شيء غير الوبران. عندي طيور. أيه. الحجل الرملي. اي لا غير الطيور يعني من الثدييات. وش يميز الوبر مثلا عن مثلا تربيه مثلا الارانب كألفة فقط يعني تحس انه مختلف عن باقي الحيوانات؟ كلامك سليم. احس فيه حب. نعم. قوي جدا بين المربين وبين الوبر. بس لو يستالف عليك ويطمن منك. ايه احسن الحيوانات البريه اللي يقرب لك. سبحان الله متسلق. ايه. تعينه فوق كتفك فوق راسك تعينه طال عمرك يمتد في حضنك. شيء غريب وعجيب. هذا اللي انا لاحظته. يمكن يروح يجي يقرب منك. اي هو يشرد. عرفت؟ لكن هذا لا تقول ادمي سبحان الله. يا اخي لاحظ فيه
في فيها 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 ترابط قوي جدا بين مربينا الوبران وبين يعني فيها فيها محبة قوية. صح ما هي سالفة تربية وإنتاج. إيه الاستئناف ده يا أبو. ولا لا يا أبو حية. الاستئناس استئناس الحيوانات البرية. إيه. سبحان الله. الآن عندك فصيلة الماعز. العول من فصيلة الماعز. جميل. العول الجبال. العول البرية. نعم. كلها من فصيلة الماعز بينما الماعز المستأنس. اللي معنا اللي نحلبه ونذبح تيوس أهل الحلال المورث للنفور من البشر. أيه؟ سبحان الله كبار القطيع دائما. الحين أنا جيت ورميت واحد منها عرى حطت الإنسان من ضمن الأعداء مع الذياب ومع المفترسات ومع حطت سبحان الله. خلاص تتبرمج صنفته. الصغير يجي يشوف اللي أكبر منه يجفلون من البشر خلاص عرف أنه عدو. سبحان الله. واستئناس الحيوانات البرية كثيرة. الذياب أبو عمر شفت الذياب فعلا. ذياب يلعبونها ومعهم وهي ذياب فعلا. فالاستئناس الإنسان إذا استأنس شيء. بس قصة أبو عايض ترى عجيبة. الله أبو عايض يعني الحنية خلتك 11 سنة ما تصيد. نعم عرفت أبو عايض الله يجزاه خير حطمهم في الضغط بس هم حطهم في القلب صراحة. عمل المحمية ومحاولة إكثار السلالة والله مهم جدا والله شيء طيب والله دعم البيئة مهم والله بس طيب. والله ما قصرت يا بعض الأم حطيتها في بطنك والصغار حطيتهم في قلبك. نعم. يعني كلهم ما راحوا بعيد. الله يسعدك أبو عايض على هاي قصة. ترى هذه قصة الوبر اللي دائما تشوفونه معه عاد مات وراح عاد بعد 10-11 سنة. بس لو مش بغيت تقول يا ابو عايض تقول طال عمرك ان المقطع هذا قد يصل يعني المجموعه وعدد عندك ما شاء الله. اسلم. فالمساله طال عمرك اذا كان فيه اهتمام للحيوان هذا فدري انه طال عمرك بينتشر وبيرجع لانه مهدد بالانقراض. اي هذه المشكله. هذه النقطه الاولى. النقطه الثانيه اي استفسار او معلومه او اي شيء يبغونها برضو انا عندي ترى حساب في اليوتيوب نبي نحطه ان شاء الله باذن الله او سناب انا حاضر. الله يسعدك الله يطول في عمرك وعمرك يا حبيبي. بعض القوانين اللي تسنها دولتنا الله يحفظها ممثله في هيئه الحمايه الفطريه والقائمين عليها صحيح تتعارض مع الهاوي. الهاوي ياخذ سلاله ذكر وانثى هوايه ومحبه يسعى على علاجها وغذائها وبيئتها ويحاول تكثيرها. نعم واكثارها. يعني مثلا اخذ ذكر وانثى زي حكايه ابو عايض. الان اكبر دليل ان ابو عايض والهوات من 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 نوعه يقدرون اكثار السلاله ذي. ليش صحيح. ليش صحيح. ليش القوانين تتعارض معهم وتمنعهم عرفت. مثلا من وبر من ذكر وانثى جاب 54 واطلق تقريبا 6 ازواج او 7 العام عرفت ولا زال ما شاء الله التكاثر عنده. فشيء شيء تذكرت اللي يسوي محمية ضبان ويفك 500 ضب كل سنة. نعم. هذا اللي توفى الله يرحمه. يمكن سمعتم قصته. نعم. الله يسعدكم يطول عماركم. ترى الكشنة هو والضغط ترى ما فيها وبران ترى حاشي. والله أنا حاشي. الله يسعدكم والله أبرك الساعات مسياركم. بارك الله فيكم بارك الله فيكم.